walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like orange. سلام حبوبات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم هذا الروتين ديالي ديال النهار، من بعد ما كنفيق هكا بالنعاس اول حاجه كنبدا بها هي كندخل، راكم عارفين كنحكو سنيناتنا ضروري ضروري. اول حاجه بنبتدي بها هي بنفرش سناننا كويس. كنستغناش عليه هاد البراش، نديرو اي غازول كتغسلو به الوجه ديالكم صافي، وكنبداو نغسلو بحال هكا. صافي هنا حبوبات ديالي غسلت وجهي ونشفتو بالفوطه. صافي من بعد غادي ناخذ مية ورد او اي تونر عندكم بترشوا يعني بيه. صافي انا خديت هنا مية ورد ورشيت بها وشي كله وخلاص، وهستنى عليه بس كده ينشف وخلاص. تحطوا اي مرطب عندكم، انا استعملت بزيت الزيت دي عندنا في المغرب بنقولها زيت أرغان، زوينه للوش خصوصا اللي عنده حبوب وبتنظف وحلوه حلوه جدا. خلاص وبنقعد نعمل كده مساج صغنن كده وخلاص. صافي هنا البنات نمشطو شعيرنا، ضروري ما نمشطوش الشعر باش الدوره الدمويه كدور في الشعر كدور باش الدوره الدمويه هكا كتمشي في الراس كامل في فروات الراس. نورمالمون راه خاص كل نهار نمشطو شعرنا، راه كاين اللي كيبقى سيمانه ما كيمشطش الشعر وهذا راه غلط، ما كيخليش انه الشعر ينمو ويطوال. ضروري ما نتهلاو كيف ما كنتهلاو في البشره ديالنا، ضروري نتهلاو حتى في الشعر ديالنا. وما يخت منا صافي، غير تسريحه بحال هكا وصافي. صافي هنايا البنات انا اول حاجه كنديرها في الصباح هي كنشرب الماء على الريق، سواء مهم ما دافي. انا صراحه كندير ديما معاه معلقه ديال الخل التفاح اللي تبغي تحيد هكا الكريشه، كيحيد كاع دوك الدهون والسموم اللي كيكونوا في البطن سيختو على الريق منين يلاه كتنوضي من النعاس وكتشربيه وكتبقاي واحد ربع ساعه هكا ومن بعدها كتفطري. صراحه هذا قسما بالله ساعدني بزاف 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 نقاس الوزن ونقاس الدهون اللي كانت عندي في البطن، وضروري شويه ديال الرياضه باش الجسم هكا يتجمع. صافي كنبقى نخلطو هكا وهذا هو المشروب السحري ديالي. صافي هنايا غادي نوجد البلبوله، بلبوله الشعير. صراحه انا نديرها اليوم بالعشوب لانه الجو شويه بارد، بغيتها تدفيني شويه. هنا بيقولوا لها البليله بس هنا كيديروها مسكره، بس حنا كنديروها بطريقه اخرى مختلفه. هنا خديت جوج كواب ديال الماء وصافي، ونخلي الماء حتى يغلى. وعاد انا ديجا في الليل كنت خديت جوج معالق ديال البلبوله وغسلتهم وخليتهم هكا ينشفوا صافي. وانا خديت هنايا مقدار جوج معالق، راه هي كتزكى وملي كتغلى ليا ملي كيغلى ليا الماء صافي تنخليها طيب. هي راه كتشد طياب البنات، خاصها المراقبه، كل شويه تبداي تحركي كل شويه تحركي. صافي هنايا بقيت كنقلب فيها كل شويه كنحركها بحال هكذايا.
حتى كتحسوا بها، حتى كتحسوا بها طابت، راه كتشوفوها زكات يعني عطات بزاف ولات بزاف صافي. هنا شوفوا كيف ما كتشوفوا بدات تطبخ وانتم وكتزيدوا الماء لانه هي راه كتنشف من الماء صافي. هنا درت بودره ديال الثوم، بامكانكم انكم ديروا فص ديال الثوم وتبشروه، انا اكتفيت غير بالبودره ثوم، ثوم بودره، وخديت شويه ديال الملح على حسب الذوق، وخديت واحد المعلقه ديال الكمون ودرت فيها معلقه ديال العشوب ديال الرفيسه. البنات اللي ما كيعجبهمش العشوب ديال الرفيسه ما يديروهاش، كيف ما قلت لكم الجو بارد فكتدفيني وزوينه سيرتو في سيرتو في البرد كتعجبني بزاف صافي. هنا كنبقى نحرك باش دوك باش دوك العطريه تخليها مزيان في البلبوله ديالي، وشويه شويه نزيدها الماء. انتم عينكم ميزانكم باش ما تنشفش منكم، راه كتاخذ هي الوقت شويه راه كتاخذ صافي. حبوبات هنا جبت مقله صغيره درت فيها معلقه الزبده وخليتها تذوب. قبل كنت سالقه البيض، من بعد ما كنت كيف ما قلت لكم سالقه البيض كنقطعو هكايا على جوج، وكنشد مقله وكنبقى نحطو فيها بهذه الطريقه هذه على الصفار، يعني كناخذ الصفار هو اللي كنحطو على الوش المقله وكنوزعو بهذه الطريقه. هذه الطريقه البنات طريقه تركيه، كيجي البيض بها غزال 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 وكيجي فن في المذاق ديالو، طريقه هكا مختلفه على الاومليت ولا على البيض المسلوق. صافي شنو كندير، كندير رشه ديال الملح على حسب الذوق ديالكم، كندير معلقه ديال شويه ديال الكمون، غير شويه على عينكم ميزانكم، شويه ديال الكمون، شويه ديال البابريكا اللي هي التحميره، وشويه ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار صافي. ومن بعد كناخد اي جبن عندكم، انا هنا درت الجبن الاحمر اللي هو هنا كيقولوا له الفلامنك، وممكن تستعينوا بالموتزاريلا ولا اي جبن كيعجبكم صافي. وكنبقى هكايا نديرو من الفوق بحال هكا، عادتي كيجي غزال، غير جربوا هاد الطريقه وسهله كتجي غزاله صافي. هنايا غنغطيها باش داك الفرماج باش داك الفرماج يدوب ليا، يدوب ليا مزيان، نخليها بحال هكايا تبدا تغلى، تغلى هكايا شويه. واي فرماج عندكم يعني ماشي ضروري انكم ديروا الفرماج حمار، ممكن ديروا الموتزاريلا، ممكن ديروا الفرماج معش كيقولوا له واحد الفرماج شيدر، تحكوه هنايا جبنه شيدر اللي كتعجبوا صافي. البنات وهنا كيف ما قلت لكم صافي كنغطيوها غير يدوب داك الفرماج صافي، وهذا ونحل ونحيدوها. هنا القهوه ديالي الكوفي، هنا خديت غير معلقه ومعلقه هكايا صغيره ديال نسكافيه ومعلقه ديال السكر. انا ملي كنت البنات دايره ريجيم راه كنت كناخذ غير القهوه ولا الشاي بوحدو، ما كنميلونجيهمش، ولكن صافي دابا وليت كنميلونجي عادي، القهوه ضروري الصباح صافي. هنايا البنات الحليب ديجا كنت فيضته وصافي، وراكم عارفين القهوه والحليب ديالنا صافي. هنا وراجلي ما تيبغيش الكوفي الصباح، هما شنو كيديروا هنا، كيديروا شاي بلبن. شاي بلبن هو كياخذوا الشاي الاحمر وصافي، وكيزيدوا عليه بحال الطريقه الماء، وكيخلطوه وكيكبوا عليه شويه ديال الحليب، فهمت؟ كيجي لونه بحال راه انت الا شفتيه، الا شفتوه غتقولوا راه قهوه وحليب، ولكن لا هو راه شاي وميكسي مع الحليب، هو كتعجبو بهاد يعني هما هنايا هاد الشاي بلبن هو باش كيفطروا هما، حنا القهوه ولا اتاي ما هما لا كيميلونجي وكيديروا بحال هاد الطريقه هادي. كل واحد صراحه وكيفاش كيفطر باش كيبغي يفطر صافي. حبوبات هذه هي الطبله المتواضعه ديالي بعد ما ساليتها. انا راه ماشي ديما البنات كندير الفطور بحال هكا، يعني المهم مره حيت بعض الخطرات بنتي كتسهرني راه ما كنقدرش نوض الصباح صافي. هنا البلبوله من بعد ما طابت ليا كنضيفوا عليها، كنديروا عليها من الفوق يا اما زيت البلديه، ولا انا هنا كان سالي ليا الصراحه زيت البلديه فدرت زيت ارغان، واخا جات خطيره بها. والمقيله ديال البيض ديالي هنا ضروري خصهم الخيار،
والفرماج والعصير وداك البسكوت كانت مصيفطه ليا حماتي كتحماق عليه بنتي وصافي والباكيت هنا بنتي مشيت نطلع على بنتي كانت باقا نعسه من بعد ما كتجي من السرير ديالها كتنعس هنا فهاد الفتره شويه صافي هنا مشيت جمعت البلاط غيضه قبل ما تسكت صافي هنا البنات كناخذ حله وهنا ندير الفطور لبنتي كناخذ كندير كاسونز ديال الماء وكندير عليه الشوفان انا ديجا طحناه ليها مع المكسرات مع شويه زبيب وشويه ديال هذا معين جمل اللي هو القرقاع واللوز والسمسم اللي هو الجنجلان هاد الوصفه البنات غزاله سيرتو للدراري الصغار ما فوق 6 شهور مشبعه ومفيده وفيها كل شيء وكتخلي عندهم واحد الباور زوينه بزاف بزاف هذه هي زعما الفطور كل مره شنو كندير لها صافي هنايا من بعد ما فاقت بعد ما فاقت كنجيبها كنبدل ليها اولا ديجا انا راه كنت ديجا كنكون راه كتفيق لي مع 6 ولا الخمسة وناس ولا هذا صراحة كل مرة وعلى حساب صافي كتنوض كان ضروري خصني يا إما نبدلها لاكوش ضروري تاخد رضاعة ديالها حيت أنا باقا كنرضعها هكا شوية صافي مورها كترجع تنعس حتى لديك العشرة العشرة ونص تسعة وصافي وكتفيق صافي هنا البنات كنبدلها لاكوش انا كنمسح لها سيرتو في هاد اليامات البرد عندي هذاك لينيمون اللي وريتكم فيه زيت عرقان زوين بزاف اللي بيبي كنمسح لها غير به وثلاث ايام يعني كنغسل لها ثلاث ايام هكا في السيمانه عاد كنغسلها حيت كنخاف سيرتو من البرد مازال في الصيف كنت كنغسلها يوميا ممكن في النهار نغسلها حتى جوج مرات في النهار ولكن في البرد خصوصا البرد ما كنقدرش وتا سيرتو دابا بنتي كنحس بمصيرنا حتى هكا في كيفيهم الوجه فيها هكا كيبقاو يتغرغرو فما كنبغيش نعريها هكا صافي كنعريها دغيا ونبدل ليها لاكوش دغيا وصافي وهنا كنكون كنحيد لها البيجاما اللي كتكون ناعسه بها ونلبسها اي حاجه ديال اللي تبقى هكا تدور بها في الدار وتلعب بها في الدار وهذا ما كان وكنفطرها وهانتوما معايا حبوباتي هنا صافي من بعد ما بدلت لها وقديت لها جا وقت الاكل صافي هنا غادي نبدا ناكلها هنا دايره ليها باش تسكت دايره ليها هكايا البرامج هكا ديال الاطفال دايرهم لها في البيسي وكتفرج وكتاكل وهذا هو البروغرام صراحه اللي كندير مع بنتي كل صباح تنوكلها ونسالي ليها ويلا فقت قبل منا راه هي اللي يعني كنفطرها هي الاولى ونوكلها هي الاولى حيت راكم عارفين الدراري خصك تسبقيهم هما الاولين وهذا ما كان صافي وكندخلها في واحد البيت ونحطها عاوتاني تبقى تلعب على ما نسالي انا هكايا الشغالات ديال الدار راكم عارفين وهذا ومن بعد ندير ليها الغدا ديالها فهذا صراحه هو الروتين ديالي مع بنتي
والله لا يحرم اي وحده كتمنى الدريه الصالحه، الله يعطيها ليها وتفرح بيها، تفرح بيهم يا ربي. صراحه الدراري كل ما هم شقيين ومتعبين، ولكن نعمه غزاله من عند الله. الحمد لله ان الله وهبني بنتي، ديما كنحمد الله وكنشكره على النعمه اللي عطاها لينا، والله يكبرها في طاعه الله ونشوفوها كيف بغينا ونوصلوها كيف ما بغينا يا ربي. وجميع الأمهات هما الله يعاونهم مع وليداتهم. وهذا ما كان حبيباتي. صافي هنا حبوبات، من بعد ما قضيت شغل الدار وداكشي جينا الكارفور، راكم عارفين الواحد خصو يتقدا هكايا لوازم البيت والدار وهذا، تقداو هكايا شويه ونشوف شي لعبات، حيت باقي داك العروض ديال البلاك فرايداي وشنو اخر. صراحه كنت باغا نوجد الغداء ساعتك، صافي راجلي من عيط لي قال لي يلا نمشيو هكا بكري، فغادي من ساليو من كارفور غادي نمشيو نتغداو عند حماتي هكايا غدا خفيف ظريف وصافي، وهانتوما معايا. صافي هنايا جالسه كنقلب على واحد المعطرات ديال هكايا ديال الدار، كنسا كنشم فيهم راجلي كيصحاضيني. فهنا ما صراحه ما عجبني حتى شي واحد، ما جاتني هكا فيه شي هذا، ولكن في الاخر عجبني واحد ديال لافندر، نيتو هو اللي خديت، هو اللي عجبني، ريحته زوينه وكما كيقولوا منعشه. حبوبات دخلت لواحد البوتيك نيت كاين في كارفور، كنت كنشوف بحال هكا يا دي بوت هكا ولا شي حاجه شي هاف بوت ولا مهم. ساعتك صراحه ما بان ليا شي حاجه اللي زوينه وكتاتيري بحال هكا، ما عرفتش واقيلا حيت الاخر ديال البلاك فرايداي مشى كلشي، هما الاسعار زوينه ولكن ما عجبني زعما حتى شي حاجه، ما شتي كي كلها زعما ما عرفتش، المهم ماشي الستيل ديالي، كاين اللي يعجبهم اللي يعجبوه كاين اللي ما يعجبوش، فهذا كوميم كيعجبني انا بحال هكا، ولكن ديجا عندي في هذا اللون وعندي في النوار، فصراحه ما تشوقتش لشي حاجه بهراتني ولا هذا، فما قلت تنمشي نشوف واحد صاحب راجلي نيت كيبيع ونشوف الا عنده شي حاجه زوينه. ولكن البنات هنا السيكان عندهم زوينين زوينين بزاف، وصراحه الاثمنه اللي دايرين ليهم اثمنه زوينه، دايرين ليهم 249 بحال 250 جنيه بحال قلتي 150 هكاك ديالنا بحال هكا. انا عجبني هذا الحمر هذا بزاف، ولكن خصك تلبسيه مع شي حاجه اللي تكون عندك. انا دابا حاليا حواجي مازال ما جاونيش من المغرب، وان شاء الله يا ربي زعما نلقى شي حد يجيبهم ليا من المغرب. قولي لي وليت كتعاودي علينا. المهم عندهم سيكان فريمون زوينين، يعني زوينين ودايرين ليهم اثمنه مناسبه، يعني عندهم هكا صغار كبار اللي بغيتو فنين. انا البنات كنسكر ناكل في ايس كريم حيت ما بغيتش ندخل به الايسي واي كيكي، بغيت نجيب شي لعيبات هكا، الا كانوا جايبين شي حاجه هكا للدراري الصغار، وكنسكر ناكل في ايس كريم كنكملوا.
صافي هنا البنات دخلت الايس واكي كي جي مشيت للبلاصه ديال الكيتس، ولكن صراحه ما جيبيش شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي زوينه. المهم خديت غير واحد البيجامه عاديه لبنتي، ف ماشي شي حاجه اللي طوب. واحد الكيوسك كيبيع بحال هكا فرنش فرايز، كيبيع الكورن دوغ اللي كنت طايبت معكم، ولكن اكيد ماشي بحال ديالي. كيبيع ديك سميتها هذيك كيقولوا له هنا زلوبيا ولا مش حاجه بحال هكا. كيبيع داكشي زوين صراحه، هو اون فاس الكارفور هذا، كاين في الاسماعيليه، محافظه الاسماعيليه. صافي هنا راجلي كان بنتي صافي عيات ما بقاتش باغا البوسيت، وهبطنا هكا كتمشى شويه وصافي. بقينا كنتسناو هنايا على ما يوجد لي غير الفريت، خديت واحد الفريت على ما نمشيو نتغداو عند ماماه، وهذا ما كان. زوينه وهذا هو محشي كروم، يعني الكروم ديالنا كيجيبوه كيديروا. انا عندي لكم فيديو ان شاء الله مفصل عليه بالطريقه المصريه الاصليه، اصلا حماتي ان شاء الله هي اللي غادي تصوروا لكم. وهذه الشربات لسان عصفور، كنقولوا لها هنا لسان الطير، وبالهنا والشفا. نعمل ايه عليا؟ ندرس صح؟ بنذاكر. يلا بنكتب ايه دلوقتي؟ نكتب با. يس، يعني ايه قولي؟ يعني brush my face. يعني ايه؟ يعني brush my face. يعني ايه بالعربي؟ يعني بفرش سناني. صح. والتانية؟ وشي. Yeah. وشي ماي فيس. انا بغسل وشي. شاطرة حبوبات، واخيرا وصلنا للدار بعد التعب. راكم عارفين الواحد ملي كيمشي يتقدى هكا يتقضي ديال الدار، وهذه كيكون فيها شي شويه ديال التعب، ولكن الحمد لله الواحد كيبدل روتين هكا ديال الدار. مهم كبيدات ديالي نمشي نبدل نمشي نلبس بيجامه ونجي نستف كل حاجه ديال الثلاجه، ندخلها للثلاجه، وندير البلاكارات وهكايا ندخلها للبلاكارات، وخليكم مع الروتين ديالي اليومي. موح عليكم. صافي هنا البنات، من بعد ما ساليت تستف ديال داكشي كامل ديال داكشي اللي جبنا، صافي هنا سالينا كلشي، ساليت كلشي، فهنا كيجي دور انني غادي نحيد المكياج. غادي نديماكي وجهي. صافي هنا كنمشط هكا شعري، غادي نجمعو وندير ديك التوكه، ماشي توكه، ديك البوند باش نتحزم الروتين اللي كندير. هذا هو الروتين صراحه اللي كندير انا ملي كنبغي نحيد الماكياج ديما. صراحه البنات راه ما خصكمش تباتوا بالماكياج، اللي كتبات بالماكياج فمن هذا الفيديو ما تبقاش تبات بالماكياج نهائيا. البنات راه هو اللي كيخرج الحبوب، هو اللي كيخلي البشره تكون شاحبه، فكنصحكم انكم ديما تحيدوا الماكياج قبل ما تنعسوا. فانا اول حاجه غادي نديرها انا درت سكراب، هاد سكراب غزال البنات ديال الصبار، جيل الصبار، هو كيجي بحال هكا بودره، وهذا ديال الجسم، هذا ديال لو كور كامل. فانا شنو درت؟ شويه ديال السكر، شويه ديال القهوه، شويه ديال الزيت البلديه، ودرت معاهم شويه ديال هذاك سكراب ديال جيل الصبار.
صافي قبل انا ما ندير هاد السكراب غنمسح وجهي باي وايبس باي لانجيت. انا كنستعمل هذا ديال جونسون صراحه لانه ديال لي بيبي وماكيأثرش هكا على البشره سيختو اللي بشرتها حساسه وهذا. فاول حاجه كنبدا بها هي تحيد المكياج بهذه الطريقه. صافي كبدات هنا كناخذ داك سكراب اللي ديجا درت اللي متكون من القهوه سريعه التوابان وشويه اي زيت ممكن تحطوه شويه سكر وسكراب اللي وريتكم. صافي وكنبقى هكا ندير حركات دائريه وكنبقى هكا ندير نسكرابي ونسكرابي حتى الشفايف ديالي. لا ماشي ضروري منها البنات. فملي كنديروا سكراب فكننجيبوا اي جيل كتنظفوا به هكا البشره ديالكم وكنحطوا على هذيك الماشين وكنبقى بحال هكا ندير بها مساج. هنا البنات كنتاكد بان هذا المكياج تمسح تماما من البشره ديالي. صافي حبوباتي هنا كنت غسلت وجهي نشدو فوطه ونمسحو غير هكا غير بالطبطابه ما نحاولوش غير بحال هكايا عشي كتحسي بواحد الاحساس زوين ملي كتنظفي هكا البشره ديالك. صافي ورا ما كننشف كناخذ انا هادو ديما كنعتمدهم البنات ديال الشاي اما الاخضر ولا الاحمر كندير لي بهم هكا المساج على عينيا كيحيدوا داك التعب اللي كيكون في العين ديال الهالات السوداء ما كيخليوش العين هكايا تبقى فيها ديك الزروقيه ولا داك الكحوله. كنست بهم المسام دوجهي كامل. اصلا هو الثلج راه زوين بزاف البشره. صافي حبيبات ديالي هنايا خديت هذاك المعجون اللي كنت صايبت معاكم كنديروه 3 ايام في السيمانه كينظف كاع داك الكالكير اللي تيكون في دوك الرواسب اللي تيكونوا في السنان. صافي من بعد ما غسلت وجهي كناخذوا فيتامين سي البنات راه غزال الوجه كيخلي فيه واحد النضاره ملي كتفيقوا من النعاس الصباح كيكون الوجه غزال. اللي عندها الحبوب ما ديروش فلي هكا بشره ديالها كتكون واللي بشرتها جافه ما كنصحش به لانه هو راه كيصلح الاكثريه اللي بشرته هكايا دهنيه. صافي وهكا كنبقى ندير بحال مساج. البنات اللي ممكن انها دير تونر هكايا الوجه قبل ما دير اي كريم ايدغاتونت وعاد دير اي كريم هي كدير. صافي كنبقى ندير بحال هكا بحال مساج راه سيختو من فوق 25 راه كيبداو التجاعيد كيبداو داك التكيمشات فضروري العنايه بالبشره في هاد الفتره هذه. فاي بنت ما تستهونش على البشره ديالها ما تقولش لا نبات بالمكياج لا تغدا ونحيدو. لا البنات خدوها مني تجربه لانه حتى انا شحال هذه كنت كنبات بالمكياج وكنت كنعاني بزاف من البشره ديالي ولكن الحمد لله مني وليت كندير بحال هاد لي روتين صافي ما الحمد لله انه البشره المهم مره كتكون عيانه مره كل مره وشنو على حساب. صافي هنا كندير واحد القطره العينيه حتى انا مخرجها ليا الطبيب ديال عيني حساسه بزاف. صافي هنا كناخذ زيت اللوز انا ديجا مخلطاه مع فيتامين اي وكنديرو هكا من تحت عينيا وتا هو كندير به مساج للعينين باش العين هكا تكون مرتاحه. صافي كنبقى هكا ندوز من العين وانا خارجه بحال هاد الحركه هادي وكنديروا بحال هكايا. صراحه هاد الروتين البنات غير تعمدوه كل اللي راه زوين. صافي هنا كناخذ زيت الخروع وكناخذ اي كوتون تيش وكنبقى ندير هكايا بالرميشات ديالي باش كيطلعوا راه زوين. اصلا زيت الخروع راه زوين وممكن ديروه حتى الحجبانكم كيكثف حتى الحجبان.
صافي حبوبات، انا خديت هكا 24 ساعه ضروري نرطب بها هكا الشفايف ديالي ويطيح علينا شويه ديال السرورات وصافي البنات. هذا هو زعما هذا هو الروتين اللي كندير. هنا كناخذ اي كريم ديال اليدين وكنحاول نماصي به اليدين ديالي مزيان، نماصيهم بحال هكا وصافي. نرش اي سبراي ديال بارفان عندك ترشيها وتنعسي هكايا ريحتك زوينه ومعطره وكلك اناقه وجمال. فهذا هو الروتين ديالي ديال النهار كامل، انا شاركته معكم، نتمنى يعجبكم. وانا حاولت انني نشارك معكم كل حاجه، فداكشي علاش الفيديو يجي طويل شويه. فاللي كيعنيه الامر يتفرج فيه ويديروا لي لايك ولي كومونتير وسبسكرايب، كنحماق عليكم.